نشوف الآباء وش مجهزين لأبنائهم الأكلات وش يحبون يأكلون. جاهزين نشوف وش الأفضل، وش أفضل الأكلات بالنسبة لكم؟ ممتاز. طيب غطوا عيونكم يا شباب وتفضلوا بكتابتكم أفضل أكلة بالنسبة لكم أو بالنسبة لك أنت. لا ممتاز. طيب ممتاز. بكذا الآن تعرفنا على أفضل الوجبات بالنسبة للآباء، وخلونا نشوف أبنائهم هل بيجيبونها صح ولا لا. إذا تحس هذه فعلا وجبة أبوك المفضلة ارفع اللافتة الخضراء، وإذا تحس العكس ارفع اللافتة الحمراء. الوجبة الأولى كانت كبسة حاشي. كبسة حاشي الوجبة الأولى كانت كبسة حاشي. ثلاثة اثنين واحد، نشوف الأجوبة مع بعض. طيب نشيل غطاء عبد الله. كذا إجابتين كانت يعني صح. من هم كانوا؟ عبد الله الشهراني ومحمد الشهراني أجابوا بنعم ويقولون هذه وجبة أبوي المفضلة وأكلة أبوي المفضلة. تركي قال لا. خلونا نستمر ونغطي عيوننا ونشوف الأكلة الثانية. غطوا عيونكم، هذه كانت الأكلة الأولى. الأكلة الثانية معرقة. معرقة الأكلة الثانية معرقة. طيب ثلاثة اثنين واحد ونشوف أجوبة بعض. طيب ما في إلا تركي قال نعم. بنشوف في النهاية صح ولا لا. الأكلة الأخيرة غطي عيونكم، الآن وصلنا للأكلة الأخيرة ثم بنشوف من اللي صح عليه ومن اللي غلط. الأكلة الأخيرة كبسة. كبسة الأكلة الأخيرة كبسة. ثلاثة اثنين واحد، كذا انتهى الوقت، نشيل الغطيان. طيب صراحة أنا أهنيكم، محمد رفعها مرتين يعني لحم وكبسة عادية. في النهاية إجاباتكم كانت فعلا صحيحة. ممتاز إجاباتكم كانت صحيحة.